يوم غد الاثنين الجولة 18 من دور الدرجة الأولى ستقام خمس مباريات. الذوق والعلم ألغيت، العلم انسحب، هاي بس بالعراق يعني الفريق يشوف نفسه. هو العلم منسحب، احمد عوديش خالين الذوق والعلم، هو العلم منسحب المفروض المباراة ألغيت. المهم الذوق والعلم ألغيت، العلم انسحب لأن ما يريد يكمل، شاف نفسه بعد ما يفوز انسحب. طبعا هاي يصير بس بالعراق وبأفغانستان هسه، وجوز يعني باقي الدول ما الفريق عن نص يشوف نفسه ما يدبرها وينسحب. المفروض اصلا بعد ما يلعب طوبه، مشكلته مو مشكله الاتحاد.